فقرتنا الصحفية بنتابع مع حضراتكم الدور الخدمي لأجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية لسه بنتابع مع حضراتكم مبادرة كلنا معاك لتوفير مستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة تعالوا نتابع مع حضراتكم التقرير اللي جاي حوالين آخر فعاليات المبادرة ونرجع لكم مرة أخرى تفعيلا لتوجيهات رئيس الجمهوريه لوزاره الداخليه بشان الانطلاق بمبادره كلنا واحد لمرحله جديده تستهدف توفير المستلزمات المدرسيه للمواطنين باسعار مخفضه مع اقتراب العام الدراسي الجديد. واصلت مديريات الامن وبالتنسيق مع اصحاب المكتبات الكبرى وكبار المستوردين ومن خلال المعارض المقامه لهذا الغرض واصلت توفير هذه المستلزمات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 الى 50% ولمده شهر. حتى يتم استيعاب الاعداد الكبيره من المواطنين الراغبين في الاستفاده من هذه المبادره حيث شهدت المعارض اقبالا كبيرا لشراء المستلزمات المدرسيه والادوات المكتبيه والزي المدرسي وتنفيذا لتوجيهات وزير الداخليه فقد تم انشاء منافذ متحركه ايضا تتوجه للمناطق الاشد احتياجا لبيع هذه المستلزمات وللميادين الرئيسيه حتى يستفيد منها الجميع ما ادى الى فرحه المواطنين بهذه المبادره التي تؤكد حرص وزاره الداخليه على بناء جسور ثقه مع فئات المجتمع كافه ورفع العبء عن كاهلهم